أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب وما يتلى
صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara alunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah disampaikan oleh peserta pertama iaitu Puan Nur Azrah binti Ayub mewakili negeri Johor Darul Ta'zim. Ta